حنان عزوز على كاب راديو. نوصل جميع أعزائنا المستمعين في إدراج فقراتنا، ودكتور عبد اللطيف حدب متخصص في المسالك البولية والكلي غادي تحدثنا هذه الصبيحة على سرطان البروستات. وكيف تبعتوا معنا في حلقات سابقة كنا سبق وهدرنا على البروستات وشنو هي المشاكل اللي ممكن أنها تلحقوا، شنو هي الأمراض اللي ممكن تصبها هاد الغدة هذه. فالبروستات هي غدة معرضة للإصابة بأمراض كيف ما تبعنا في الحلقة أو في الحلقات السابقة. هل غدة البروستات ممكن تصاب بالسرطان دكتور عبد اللطيف حدب؟ بالفعل هذيك المرة اللي داز كنا سنهضروا على الأمراض اللي كتصيب البروستات، الأمراض الحميدة، وكنا سنهضروا عليها التضخم ديالها والمشاكل اللي كتأدي ليها في الأخر والالتهابات. إنما كانت بقات واحد الفقرة اللي أساسية في نظري والاختصاصيين كاملين تيشاطروني هذا الرأي، هو ذاك السرطان ديال البروستات. علاش هذا السبب؟ هو لأنه سرطان كتير بزاف. لأنه تقريبا الرجال اللي عندهم من 70 عام الفوق عندهم مرض ديال السرطان في واحد النسبة تتوصل حتى 60-70%. يعني حد ما تقدمنا في السن، حد ما داك لو ريسك والإصابة بالسرطان تيكون كتير بزاف. السبب الأول. السبب الثاني أنه هو واحد المرض وراثي. يعني هذاك الإنسان اللي عنده با عنده هذا المرض ولا أخو ولا شي واحد من أقرب الأقربين ديالو، فعنده واحد الاحتمال كتير وكبير جدا باش يتصاب فيه وفي سن مبكرة. يعني هذاك اللي كان عنده إذا ما كيبقاش الاحتمال غير تيوصل 70 عام، وهذا هي الخطورة في هذا المرض. حنا تنشوفوا حالة ديال سرطان البروستات في السن ديال 45 عام 50 عام بالنسبة للإنسان اللي عنده يعني كتكون القابلية بسبب الوراثة. هو بحال تقريبا سرطان الثدي ديال المرأة بالنسبة للسيدات. كاين هاد العوامل الثانية. العامل الثالث علاش الخطورة ديالو؟ لأنه واحد المرض اللي ما عندوش الأعراض في البداية ديالو مع الأسف الشديد كيوصل مراحل متقدمة عاد كيعمل ونهار تيبانو الأعراض العلاج ديك الساعات يكون معطل وما تيفيدش شي إفادة كبيرة. هادو هما الخطورة فين كتكمل ديال هاد المرض. فذكرتوا دكتور على أنه الاحتمال هو العامل الوراثي. واش هناك مثلا عوامل مساعدة لظهور سرطان البروستات عند الرجل من غير العامل ديال الوراثة؟ ما كزائل أمل السرطانات ما كاينش زعما شي مسببات في الماكلة ولا شي حاجة ولا هذا، ما كاينش ولا وما كاينش العلاقة حتى ما بين التضخم الحميد داك المرض اللي عادي والسرطان. تيقدر يكون هذا، يقدر يكون هذا، يقدر يكونوا بجوج لاصقين. ما كاينش شي يعني ممكن الرجل انه يقال له هذا التضخم هذا وبعده غيجي سرطان، وكذلك ممكن يجي سرطان بلا ما يكون قبل كاين هذا التضخم هذا. وممكن يكون عنده سرطان بلا ما يكون عنده داك المرض اخر عادي. تيكون عنده ما تيتحس حتى بشي حاجه، تيمشي للتواليت بشكل عادي، تيشد الحبوب ديالو، ما عنده حتى شي اعراض في المتانه ديالو، ولكن هو راه داخل كان واحد النمو ديال واحد الحبوبة ديال السرطان. فكنا تحدثنا الأسبوع الماضي دكتور وتحدثنا على الانفكسيون يمكن اللي كيصيبوا هذيك المنطقة. واش كاينه شي علاقة يعني هاد الرجال اللي كيتصابوا بزاف المرات بهذا النوع ديال الانفكسيون واش هما أكثر عرضة للإصابة بالسرطان ولا لا؟ ما كاينش شي دراسات ماتت اللي زعما كليجرات كلها والأبحاث، ما كاينش شي علاقة سببية مباشرة ما بين التهابات ديال البروستات وما بين مرض السرطان. لا، ما حيت هو سرطان عنده واحد هو سولا ديبوندونس، هو تحت تأثير ديال واحد الهرمونات الذكوريه لا تيستوستيرون اللي تيكونوا عند الرجال بصفه طبيعيه ولا كيساهموا ولا تيكونوا هما اللي تيديروا لي كاركتير ديال الرجال. تيستوستيرون هذاك الهرمونات هما السبب ديال هاد الكونسير ديال البروستات. يعني هما اللي تيكونوا بصيغه اخرى المسؤولين ربما فيهم هما المسؤولين على الاصابه بهاد السرطان. طبعا كاي مرض دائما نتساءل عن الاعراض، لان حنايا كنتصابوا بحاله باعراض معينه عاد كنفكروا نمشيو للطبيب. فشنو هي الاعراض ديال الاصابه بسرطان البروستات؟ هاد السرطان بالضبط هذا هو واحد النوع ديال السرطان اللي
الطبيب هو اللي خصو يقلب عليه. إذا ما قلبتيش عليه ما تلقاش في مراحل ديالو الأولى. المرض ساكت هو. المرض ساكت جدا بحال كما تنقولوا بحال سرطان الثدي. سرطان الثدي إذا ما درتيش لا ماموغرافي لوتوباباسيون ولا داك الديبيستاج في الأول وهادشي اللي تدير دابا مؤسسة سلمى الاتجاه ما غاديش تلقاه إلا في مراحل متقدمة. نفسه بالنسبة لسرطان البروستات لأنه البلاصة فين جاي والبلاصة فين تيكبر بلاصة تكون ديجا عميقة جدا وغارقة ما كتبان شيء. ثانيا ما جاش حدا الحالة من تيخرج الماء هي تجي في منطقة اللي كتسمى بيريفيريك اللي هامشية إذا ما كتسببش في حصر البول كما المرض الحميد. ما كاين حتى شي أعراض نهائيا في البداية. إذا من بعد غادي نعرفوا بش من طريقة كنمشيو عند الطبيب باش يعني هذه الكونترول اللي خصهم يكونوا كيتعملوا. ناخذ مريم من طنجة. صباح الخير مريم. أهلا وسهلا. كيف صباحتي مريم؟ لاباس عليك؟ الحمد لله صحت عليك. مرحبا بك معنا. تفضل أختي سؤال ديالك. واخ عندي الزوج ديالي عمل سحالي على بروستات ما عندوش شي. عنده دائما ديك حرق البولة. عندو كتحرق البوله مره ماشي بزاف ولكن المهم كتحرقو. انا يعني ساعات باش كيتحصر باش كيمشي كيبغي يمشي للطواليت. غير المهم اللي كيبول كتقالو ديك الحرق شويه البوله شويه من بعد البول عاد كتجي الحرق. واحد شويه وانا بدي عندي ديك المشكل هكذاك. وما كاينش مثلا الدم ما كاينش شي حاجه اللي ما عندوش الدم. ومشى للطبيب ما مشى عمل سحالي البروستات ما كايناش. ما عندوش ولكن رجلك شحال في عمره؟ 43 عام. في الأربعينات. وقبلتي لأن الدكتور عطانا واحد الإشارة مهمة في عائلته ما تشي حد ما تصاب بالبروستات ممرض به. لا ما عندوش. لا بباه لا تشي حد من العائلة دياله. لا تشي واحد. فما إحنا بهذه الحلقات والله ما كنبغيو نخوفوه ولكن غير واحد شوية ديال التوعية ماشي. طبعا الدكتور غادي يوجهنا أكثر في الحالة ديال هذه الآلام هذه شنو كيفاش كتفسر من عندكم دكتور؟ هو السن ديال السن 48 عام هي ذاك بداية ديال ذاك الحالات ديال البروستات. عندك التهابات معينة بداية تضخم البروستات تتبدأ يعني البداية الأولى ديالها كتبدأ ربما الطبيب هو التي كم تيدير تشخيص من خلال التلفزة من خلال الفحص السريري. إنما اللي بغيت نسولها واش دارت البيصة هذاك التحليلة ديال الدم حيت هذيك هي اللي مهمه في هادشي كله باش كتحيد داك المرض الخبيث بعداك هو الاول. اذا كاينه تحليله معينه هي اللي خصها اللي تنديروها بالفعل. كاينه تحليله ديال الدم عندها علاقه لا بالبول لا تبشي حاجه تاخذ عينه من الدم وكدير لها واحد التحليله شنو اسمها عاوده بيسا تسمى الانتيجين سبيسيفيك ديال البروستات الانتيجين خصوصي ديال الغده البروستاتيه. هذا البيسا معروفه تيديروه معروفه زعما كان المختبرات تيديرهم كاملين جميع المختبرات الدائره ما تطلب لا يكون بنادم واكل لا صايم لا تدار في اي لحظه مكلفه ما مكلفهش الثمن ديالها واقيلا ما تتجاوزش 200 درهم ماشي زعما ممكن شخص يمشي لراسه يطلب باش يديرها ماشي بالضروره لوغدونوسيه الطبيب. اي واحد وحنا في لي ريكومونداسيون في هذاك الشيء التوصيات ديال المؤسسات العلميه الدوليه تتنص على انه الانسان اللي عنده شي حاله في العائله ديالو با خو خالو الى غير ذلك خاصو يبدا هذه التحليله يديرها ابتداء من 45 عام. اي تيوصل 45 عام تيخص يديرها سنويا كل عام وديك الساعات شنو هو هو تيديرها. انما خاص المعنى ديال هذيك التحليله خاص شكون اللي غيشرحها ليه فاش ضروري خاص يمشي عند الطبيب اللي ما عنده حتى واحد في العائله عادي الانسان اللي عادي لا بوبوليسيون جينيرال كنسميوها خاصو ابتداء من 50 عام تيبدا يدير هذه التحليله. دابا فاش كنجيو نديروا هذه التحليله هذه فاش كنلقاو عاديه يعني هي في الحقيقه ما خصهاش تفوت واحد ربعه يعني النسبة ديالها بحال السكر بحال شي عندها واحد الميزان معين 4 ناموغرام بار مليليتر ما خصهاش تفوتو في الدم ديالنا. إلا كانت هابطة تنطمئنوا السيد تنقولوا ليه مزيان ما عندك حتى شي حاجة ما تخافش ولكن هذا لا يعني انك سير تنعس ماشي تدير مره يعني في العام خصها ضروري عاود مره في الحياه. لا ضروري عاود السنه المقبله كتعملها ضروري تعملها السنه المقبله لان الا لقينا هذا العام ثلاثه العام الجاي لقينا 3.5 العام اللي مورا لقينا 4 بالنسبة لنا احنا وخا ناقص على 4 وخا هابطة فهي مقلقة لأنه غدا كتطلع بما أنه كتطلع وإلا كاين شي مرض داخل اللي بدا تيكبر بشوية بشوية. في حالة إلا كانت فايتة من 4 الفوق
هذيك الساعه تنتيليو سوني الدلام تنقولوا لهذا السيد عندك شي حاجه في البروستات ديالك اللي ما نقدرش نقول لك مرض خايب كونسير من الاول لانه ما عنديش الحق هو ماشي ضروري يمكن يكون غير التهاب دايز باساجي مؤقت وتيدير ولكن لوفيت انها كتكون طالعه هنا كاينه شي حاجه كاينه شي حاجه وماشي بالضروري سرطان ماشي بالضروري سرطان انا داك اش نديرو تنتسنى واحد تنشوفو عاوتاني الطبيب تيقلبو تيدير شويش ديال مثلا واحد الكيستيونير تيشوف ياك ما كاينش التهاب ياك ما كاينش تعفن ياك ما ياك ما ياك ماشي حاجه اللي ربما تحيد الاحتمال طلعت هاد البيسا باش تنحيدو الشك تنقولو تنداويو داكشي كله واحد 3 شهور تنعاودو عاوتاني ما تنصبروش تحت المراقبه الطبيه دائما الى لقينا بالفئه كطلع طالعه وتنديرو واحد الفحص بالاسبوع عاوتاني ديال داك البروستات تنشوف ياك ما فيها شي حبوبه ياك ما كتحسب شي حاجه لداخل هذا ديك الساعه تنوجهو هذا السيد باش يمشي يدير الفحوص متطور متقدمه عاد خصنا نمشيو ناخذ واحد العينه من هذاك البروستات واحد تيسموهم دي بيوبسي بحال تياخذوا الطريفات من البروستات بواحد ليبره صغيره تياخذوا 12 14 شي خطره تنديروها مره شي خطره تنديروا جوج خطرات شي خطره تنوصلوا حتى ثلاثه الخطرات احيانا تنديروها غير في العيادات ديالنا مره تكون كبيره خصك تاخذ بزاف ديال العينات تديرها في تحت التخدير الموضعي ولا التخدير شي خطره تنديروا كاع الانستيجي جينيرال على كل حال هذيك الساعه فاش كنلقاو هذاك البيسا طالعه ما خصش نديروها صافية طالعة وهنا بغيت نفتح غير واحد القوس تفضلوا دكتور كاين أدوية اللي كتهبط البيسة كاين الدواء اللي تياخذوه وانا هادي شتا علاش تنقولها لان شتا في العيادة مرات ومرات خاصة عند الناس اللي تيكونوا شويش عندهم واحد نسبة معينة ديال الوعي مع الأسف تيكونوا فئات مثقفة معلمين أساتذة إلى غير ذلك أحيانا تيكون واحد النوع ديال الاجتهادات من طرفنا ماشي الأطباء تنهضر من طرف الناس هناك أدوية كاين أدوية ديال البروستات اللي كتعطى في المرض الحميد ديال البروستات كنعطيوها باش كنهبطوا شويش الحجم ديالها هذاك الأدوية كتهبط البيسا وكاين الناس اللي كياخذوها فاش كيقراو داكشي في البروسبكتوس فاش كياخذ هذاك وتيدير التحليل كيلقى بيسا بطات كيفرح كيقول صافي ما كاينش تيقول داك تعالجت ماشي يعني تيقول باننا راه تناخذ واحد الدواء اللي تيعالج هذا المرض وهو خطير جدا لانه احنا تنسولو هذاك السيد بالنسبه للناس اللي تياخذوا داك الدواء فاش كتعبر ليه البيسا خصك تضربها في جوج باش تعطيك لا فالور غيال لان هذيك سي اون فوس فالور هذيك اللي القيمه اللي كتعطي ماشي حقيقيه هذيك قيمه وهميه القيمه الحقيقيه اللي كاين في الذات اللي كان خصها تكون دو فوا ديال هذاك هو تياخذها في الاتجاه ديال بانه راه تيداوي المرض وكيبقى مع الاسف تيستمر كيجيو عندنا الناس تيقول لك راه الدواء مزيان بدا تيهبط لي البيسا الحمد لله راه كنت عندي 12 ولا عندي 6 انا دابا راه 6 تنقول لها ودي راه داك 6 بالدواء هي 12 ولا 13 احيانا تيلقى بحال دابا 12 ولا 7 تنقول لها هذه راه 14 راه ما بقاتش راه غادي كطلع ماشي كتهبط هذا غير بغيت ندير الناس مهمه لان الناس شي خطره هي تحايلوا على انفسهم كيتحايلوا الانسان تيخصو نفسيا شويش باش يرتاح على كل حال حتى هذيك التفاصيل اللي ذكرتيها لنا دكتور فهي مهمه جدا لان بزاف ديال الناس كيقول لك وانا مشيت عند الطبيب واش دابا ساعه كيبقى يعمل لي ديك هذاك هاد التحليله وبزاف وانا دابا ساعه على انستيزي صراحه هذيك حيت واحد المرض اللي يعني مش من اجل التيقن من اجل الانسان الله يرحم لك والدين لان القصه وما فيها كلها هو هذاك المرض خاصك تكتشفه في بداية في البداية ديالو لأنه كيتكتشف في البداية كيتعالج فاش هذا الشيء اللي مهم في هادشي كله لأنه هاد الكونسير ديال البروستات نهار تنكتشفو بكري حد هذاك البيسا ما توصل 10 قبل ما توصل 10 العلاج ديالو تنضمنو تقريبا واحد 95% إذا نسبة كبيرة جدا تيبرى بصفة نهائية ويمكن نعطيو اسمها ديال شخصية عمومية كاع أمريكي كولوم باول معروف هادي دابا عايش هادي 15 عام من حرب الخليج الأولى كانت حرب الخليج الأولى وتعالج في 91 فوق فما بالك دابا الطب راه هي تطور نهار مورخ حتى لدابا عايش هذه المرض ديالو تزال بصفه نهائيه فهذه مؤشرات اللي هي جد ايجابيه نقطعكم اذا سمحتوا لي دكتور ناخذ حسن من سطات سي حسن صباح الخير الو
السلام عليكم سي حسن. السلام كبير. مرحبا سيدي، تفضل. مرحبا بك، سؤال ديالك. مرحبا مبروكة. الله يسلمك ويطول عمرك، شكرا جزيلا. بغيت نستشر مع الدكتور، عندي المرض ديالي هادي تقريبا شي 6 شهور ولا 7 شهور. كتحرق النبولة. وعيت ما نديتها للطبيبة وكتخرج لها شي ما كتغضى بيه وكتخرج لها شي بومادة وقويلبات، ولكن مع الأسف ما كاين حتى شي نتيجة. شحال في العمر سيدي؟ شحال في العمر؟ العمر تقريبا وصل دابا 29 سنة. وهي في مرتبة الحمل. شنو فيها؟ حاملة. 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 حمل ماشي مرض. لا مش عندكم شي سؤال دكتور؟ لا ما شكرا جزيلا ليك سي حسن. في الموضوع ديالنا هو سرطان البروستات، عفاكم نلتزموا بالموضوع ديال الحلقه، ولكن حتى مريم قالت على انك تجي حرقت البوله، فشي توجيه بسيط ديال حريق البوله ديال العيالات منتشر بصفه كثيره جدا، وهذا تنظن بانه كنا هضرنا عليه في واحد الوقت، وخاص تماك واحد الوقايه في هذا العام كله. كاين واحد النوع ديال الوقايه اللي خاصها الدار بصفه واحد الديسيبلين فيها، مثلا كثرت شرب الماء، خاص مثلا تفرغ وراء كل جماع الى غير ذلك، خاص واحد الطريقه ديال التواليت انتيم بواحد لافاسو باش كدار. هادو اجراءات اللي تينصح بهم الطبيب الوقائيه، وهادو سواء جاونا ديك لي زانفيكسيون اولا لا ضروري ما يجيو. وفاش كتكون على كل حافش كيكون المرض كتشرب الدواء ديك الساعه، ولكن باش ما يرجعش هذاك المرض احيانا زائد هاد الوقايه تنعطيو واحد النوع ديال الدواء تيتعطى مثلا واحد ديساشي كنعطيهم كل سيمانه تتشرب وحده، واحد 4 شهور 5 شهور كتشربهم مره في سيمانه. هذاك باش كتيفيتي باش ما يرجعوش دوك لي زانفيكسيون، لانه مع المده اللي كانوا تيرجعوا بزاف النبولات تمرات تخفت على الكلاوي. تنظن خصها تمشي عند الطبيب هذا، ولكن خصها تتبع النصائح بالفعل ديالها كما هما. وزائد ربما خص تشوف ياك ما كاينش شي حاجه اخرى اللي كدير، ما كانت شي حجره، ولا الا كانت مثلا النبوله ديالها ما تتخوش مزيان، ولا الا كانت تعرضات مسبق ليها دات ليها التيو ولا دار ليها شي حاجه في النبوله ديالها. هذا كلها امورات اللي كتخلي هذاك الشاشه ديال وسيدات الحوامل نورمالمون معرضات بزاف لي زانفيكسيون اورينير. نرجعوا للموضوع ديالنا، باقي لنا 4 دقائق في العمر ديال الفقره. تحدثتوا لنا على العلاج دكتور، فقلتوا على ان يعني ملي كنكتشفوا المرض بكري كاين احتمال العلاج بنسبه 95%. هنا العلاج واش كيكون جراحي او لا؟ العلاج كاين حدود الساعه كاين 3 ديال الانواع ديال العلاجات. كاين العلاج الجراحي، استئصال هذاك الغده من الجدر ديالها، تنحيدوها كامله غده. انما هناك دي كريتير، يعني هناك واحد بعض النقاط اللي خاصها تترعى في العلاج. ما يمكنش نديروا الجراحه نيمبورتو كي، لانه الا وصلت عندنا ذاك البي خاصه تنعتمدوا على ذاك البيسا، هذيك التحليله مهمه بزاف، لان هي اللي كتقيدينا، هي اللي تتعطينا اش من نوع ديال العلاج اللي غادي نديروا من بعد. البيسا غير كتفوت من 10 الفوق العلاج كنوليو مترددين في الجراحه، كتفوت 20 لان يعني الغده كبرت، لان الكونسير كبر، لان الجراحه تتقول النتيجه ديالها ما غتكونش نتيجه مزيانه. تجي عندك شي واحد عنده 27 30 50 كان زعمون نديروا الجراحه، ولكن مع الحديات والحذر بان النتيجه ماشي نفسها اذا كانت عنده واحد البيسا ناقصه من 10. ليديال اللي مثالي هو فاش كتكتشف واحد الانسان عنده ذاك البيسا ناقصه وتنديروا لي بيوبسي. هذيك لي بيوبسي تنصح الناس بانه ما يتردوش يديروها، لانه حنا بشحال من واحد كتشوف في العياده تتنصحوا باش يدير هذاك البيوبسي، تيمشي تيغبر وتيقيجل شهر تيخاف منه حتى كيتبدل هذاك البروفيل، تيتبدل ما كانت عندها شهر يتطور بسرعه. كيتطور بسرعه دكتور؟ كيتطور مع لحسن الحظ ما تيتطورش بسرعه. هو من بين السرطانات الحميده جدا، يعني اللي ماشي شي حاجه كده. ولكن كيتطور، يعني الا خليتي غيتطور في عام في عامين، ماشي في 6 شهور، ولكن في عام في عامين تيتبدل، ماشي هو نفسه اللي لقيتي هذا العام. قلت لك كاين جراحه، كاين اشعه اللي ولات اشعه يا اما موضعيه يا اما من داخل، وكتعطي تقريبا نفس النتيجه وكيبقى الاختيار او القدره التقديريه ديال الطبيب او الاختيار ديال المريض حتى هو. حنا كنصحوا الناس كتقول لي اودي النتائج ديال هذا، النتائج ديال هذا. هو الجراحه عندها واحد
زيادة واحد 10% ديال من ناحية النتيجة، من ناحية النتيجة النهائية، لأنه فاش كتحيد داك الغدة كلها على يقين بأن ما خليتي حتى حاجة. الأشعة تيكون عندنا واحد الاحتمال ربما تبقى خلية جوج ثلاثة اللي تقدر عاوتاني تنوض مع المدة. الأشعة تيكون عندنا واحد لا دوز ما نقدرش نفوتوها، وصلنا 64 جري ما نقدروش نزيدو من بعد إلا رجعت الحبوبة. بحيث في حين أن مثلا إلا درنا الجراحة في الأول واحد عامين ولا لقينا رجعات يمكننا نديروا ديك الساعه الاشعه دو غاتخباج كتسمى. اذا انتم قلتوا على ان في الجراحه كتستاصلوا كنستحيدوها كامل. هنا المريض خصو دائما كيبقى تحت مراقبه وعنده ادويه معينه كيستعملها طيله حياته او لا صافي هنا كتسالى؟ ما عنده لا، المراقبه تتبقى دائمه، اي مرض سرطان حيث كان ضروري المراقبه الطبيه التابعه، لان تيقدر يرجع بعد 10 سنين باش ما نكونوش نكذبوا شي على بعضياتنا، لان امراض السرطان باقي الدراسه حتى حدود الساعه باقي كيخدموا الناس، لان شي خطه تتكون بي اس عندك يلا فيها ثلاثه وتتكون شي خليه معينه مشات لشي بلاصه، مشات للصدر، مشات للعظم، مشات هذا، ممكن من دابا 10 سنين وخا حيدتي هذاك البروستات من دابا ديزون ولا 10 سنين حالات حالات قصوى مثلا هذا زعما ليكستريم، انما وقعت حالات ديال 10 سنين تيرجع لك الحبوبه. يعني هذاك الانسان اللي عنده هذا المر تيخصو يبقى تحت مراقبه طبيه كونترول دي كونترول. والكونترول بسيط ماشي شي كونترول، دا كونترول تنديرو لو توش شيريكتال وتنديرو هذاك سميتها البيسا وتتبع فوقاش النهار كتلقى البيسا طلعت ربما كتزيد لي شويه الاشعه ولا كتعطي شويه ديال الدواء عاوتاني باش بخولونجي الحياة ديالو. ولكن ما هو مؤكد على ان استئصال غدة البروستات هذا كيكون الشخص ما يمكنش على انه يفكر في الانجاب مستقبلا، واذا كان الشخص مازال صغير وباغي على انه ينجب وتصاب سرطان البروستات اش كتقولوا له؟ ما كاين حتى شي ما كيبقى حتى شي حل. واحد كيلكو سكوند اذا سمحتي لي، ملي كنهضروا على الوقايه، الوقايه بالنسبه للرجال واش هو غير ديك الكونترول ويمشيو يعملوا هذيك التحليله او كاينه شي وقايه؟ لا، الوقايه بالنسبه للرجال الوقيه الوحيده اللي كاينه هو داك لو ديبيستاج بريكوس، يعني الاكتشاف مبكر من خلال البيسا. يعني حاجه وحده على الولاده دابا كاينه لا فيكونتاسيون ان فيترو، يعني هذاك اللي ما تيقدرش يولد فاش تنحيدوا ليه الغده ما يمكنش يولد بصفه طبيعيه طبعا. انما ناخذوا ليه الحيوات المنويه من الفوله الخصيتين ديالو تيديروا التخصيب الاصطناعي زعما ماشي وهذه امور اللي بدات كتقدم كذلك حتى في المغرب. الحمد لله زعما ماشي كونداني افي ماشي صافي محكوم عليه ما يكون عنده هذا، ولكن ما يمكنش نخلي واحد يولد وهو حياته مهدده. شكرا جزيلا دكتور عبد اللطيف حدب على كل هذه المعلومات القيمه. اعزائنا المستمعين